حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الروح أيها الأحبة الحقيقة من المهم جدا أن نتعرف على أسرارها. لاحظنا أيها الأحبة أن هناك علاقة بين أمر الله وبين الروح. يعني مثال على ذلك، أنا لدي هنا آيات عن الروح. يقول تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، سورة النحل. إذن هناك أمر إلهي. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هناك أمر من الله سبحانه وتعالى. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأخيرا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر. إذن هناك أمر إلهي يتعلق بهذه الروح. لغة البرمجة اليوم أيها الأحبة ما هي؟ هي لغة تعتمد على الأوامر. يعني أي برنامج كمبيوتر اليوم، أي برنامج كمبيوتر هو عبارة عن مجموعة من الأوامر. هذه الأوامر عندما يتم كتابتها بطريقة معينة، وهي أوامر وهمية، يعني ليست هي قطعة، مثلا هي لوحة مفاتيح أو قطعة إلكترونية أو مثلا قطعة كهربائية أو قطعة ميكانيكية، لا، البرمجة هي شيء وهمي، هي مجرد لغة مكتوبة. الإنسان أيها الأحبة، سبب عدم اكتشاف الروح حتى الآن من قبل العلماء أنهم ينظرون للإنسان على أنه جماد لا روح فيه، ينكرون الروح، وبالتالي لم يتمكنوا من اكتشاف الروح لأنهم لم يبحثوا. بالنسبة لعلماء الغرب أيها الأحبة، كل علماء الدنيا اليوم يقولون إن الإنسان عبارة عن جهاز كمبيوتر، وبخاصة الدماغ. هذا الدماغ هو عبارة عن جهاز كمبيوتر يتفوق على أي جهاز موجود في العالم حاليا، وله ذاكرة سعتها بالجيجا بايت أو التيرا بايت، وكل خلية تستطيع أن تخزن عددا من البايتات، وآلية عمل الدماغ تشبه الكمبيوتر. فالدماغ له ذاكرة، الكمبيوتر له ذاكرة. الدماغ له وسائل إدخال هي السمع والبصر والإحساس وغير ذلك، الحواس هذه. الكمبيوتر له وسائل إدخال عن طريق لوحة المفاتيح. الدماغ لديه قدرة على تخزين البيانات، الكمبيوتر لديه قدرة على تخزين البيانات. الدماغ لديه السرعة في معالجة البيانات، الكمبيوتر له سرعة محددة في معالجة هذه البيانات. طيب عظيم. إذن علماء الغرب اليوم يشبهون عمل دماغ الإنسان بجهاز اللابتوب أو الكمبيوتر. طيب جهاز الكمبيوتر مما يتألف؟ إذا سألنا أي شخص مبتدئ في علم البرمجة أو في علوم الكمبيوتر سيقول لك: أنا لدي هنا جزئان، أو لدينا جزئين، لدينا جزئان أو قسمان، هاردوير يعني المكونات الصلبة، لوحة المفاتيح، المعالج، لوحات الذاكرة هذه، السبيكرات التي تظهر الصوت،
الشاشة، البلاستيك، كل هذا ضمن يعني ضمن ما يسمى بالهاردوير، هارد يعني أجزاء صلبة. وهناك سوفتوير غير مرئي، السوفتوير هذا من دونه لا يعمل الكمبيوتر. يعني الآن إذا جئنا بأغلى جهاز كمبيوتر في العالم وقمنا لم نضع فيه في هذا الجهاز برنامج تشغيل الذي هو السوفتوير، يعني البرامج الغير مرئية التي هي عبارة عن أوامر وشيفرات التي تشغل هذه القطع الصلبة في هذا الكمبيوتر. من دون هذا البرنامج هذا الكمبيوتر ليس له قيمة، هو عبارة عن قطعة حجر. فالإنسان أيها الأحبة من دون برنامج التشغيل هو عبارة عن تراب وماء وعناصر بنسب محددة، العناصر الموجودة في الطبيعة مثل الكربون والأزوت والهيدروجين والأكسجين وغير ذلك. إذن أيها الأحبة، حتى نفهم قضية الروح ينبغي أن نتصور أن هذا الإنسان فيه برامج تشغيل تشغل هذه الأجهزة، تنسق بين الخلايا، تعطي أوامر للدماغ، والدماغ هو الذي يعطي أمر للقلب مثلا، والقلب يعطي أوامر للدماغ أيضا، لأن القلب فيه أكثر من 40,000 خلية عصبية لم يكتشف العلماء أسرارها حتى الآن. إذن أحبتي في الله، إذا قلنا إن الروح هي برنامج التشغيل لهذا الإنسان، هم يتحدثون عن ماذا؟ يتحدثون عن الشريط الوراثي DNA الذي فيه الشيفرات، ولكن هذا الشريط عبارة عن هاردوير، عبارة عن مكونات صلبة، عبارة عن جزيئات بروتينية بنظام معين بترتيب معين، مصفوفة بترتيب معين تعطيك هذا الشكل. أما هذه لا يوجد فيها يعني ليست هي برنامج التشغيل، هي مكونات صلبة هاردوير. والدليل أن الإنسان عندما يموت هذا الشريط الوراثي يبقى في حالة جيدة ويعمل، الدليل على ذلك. الآن هناك إنسان مات منتحرا أو غريقا مثلا، وبقي قلبه ينبض لفترة، يستطيع العلماء أن يأخذوا هذا القلب ويضعوه في مريض آخر بحاجة إلى زراعة قلب، وسوف يعمل بشكل طبيعي. إذن لماذا مات الإنسان الأول؟ ما الذي جعله يموت إذا كانت الأعضاء سليمة؟ يمكن أن تأخذ منه أي عضو حتى بعد أن يموت بشرط أن يكون سليما، وتزرعه في مثلا إنسان آخر. هناك كثير من الأعضاء، أناس يقول لك أنا أتبرع بأعضائي مثلا بعد الموت، وبخاصة القلب لأنه أخطر عضو. يعني ما الذي يجعل القلب ينبض ويشتغل فيه إذا وضعته في إنسان آخر، مع العلم أن صاحب هذا القلب قد مات؟ الذي يدل على وجود الروح أن الروح ليست هي مجرد طاقة محركة. نحن تحدثنا في لقاء سابق، قلنا إن الروح هي الطاقة المحركة، هي الطاقة المحركة هي جزء من الروح. الروح أوسع بكثير، الروح هي البرنامج الإلهي الضخم جدا الذي لو أراد البشر أن يعني يكتبوا مثله ربما ملايين السنين لا يستطيعون كتابة برنامج، مع العلم أن الشيفرات هي عبارة عن لغة يمكن أن نكتشفها ونفهمها ذات يوم إذا قدر الله تعالى ذلك. أحبتي في الله، بالنسبة لموضوع الروح قلنا
هي برنامج مكتوب بشيفرات بلغة خاصة. هذه اللغة موجودة أيضا في القرآن. أنا أريد أن أصل معكم إلى نقطة. أولا ينبغي على العلماء، هم يطلبون دليلا على الروح، نقول لهم الدليل هو وجود برامج تشغيل في هذا الإنسان، هي التي تشرف على عمل خلايا الدماغ، تشرف على آلية وهندسة عمل تريليونات الخلايا التي موجودة في الإنسان، خلايا القلب والدماغ والمعدة والرئتين وكذا، كل هذه الخلايا، خلايا الجلد، هذه الروح هي البرمجة التي تجعلني أنا الآن أتكلم أمامكم وأستطيع أن أحرك يدي وأستطيع أن أنظر وأركز وأستطيع أن أفكر. النفس أيها أحبة هي القائد الذي يشغل هذا الجسد ويستفيد من الروح، لأنك أنت عندما تجلس أمام الكمبيوتر، أنا الآن جالس أمام اللابتوب، اللابتوب هذا هو عبارة عن مجموعة من المكونات الصلبة فقط. الروح هي برنامج التشغيل الذي يشغل هذا الكمبيوتر، من دونه يعتبر هذا قطعة يعني بلاستيك مع مواد سيليكون وحديد وكذا، فقط عبارة عن كيلو من المواد أو 2 كيلوغرام من المواد الصلبة فقط، لا شيء، لا يعني أي شيء. ولكن هذا الجهاز عندما وضعنا فيه برنامج التشغيل أي الروح، بدأ يعطيني أنا الآن أستطيع أن أقرأ وأبحث وأظهر نتائج وعمليات وحسابية وغير ذلك. أنا الآن أمثل النفس. النفس هي المسؤولة عن تشغيل الجسد، عن هذا الجلد، مسؤولة عن تشغيل اليدين والقدمين، مسؤولة عن البصر، مسؤولة عن السمع. أنا أستطيع الآن أن أشاهد ما يغضب الله سبحانه وتعالى، أستطيع أن أسمع أو أستمع إلى أغنية أو أستمع إلى كلام الله، إلى القرآن، شتان بين هذا وذاك. أنا أستطيع أقرر، أتخذ قرار. إذن القرار يتخذ في النفس. لذلك يوم القيامة أيها الأحبة تخطر ببالي آية، موقف والله كلما تذكرته موقف صعب جدا. أنا أقترح على كل شخص أن يحفظ هاتين الآيتين، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم ماذا؟ يوزعون. حتى إذا ما جاءوها، ما الذي حدث؟ شهد عليهم سمعهم، أولا رقم واحد، شهد عليهم من؟ سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. أنا أريدك فقط أن ترجع بذاكرتك إلى المعاصي التي ارتكبتها. ليس منا أحد إلا ولديه كتل من المعاصي، وبخاصة في هذا العصر. تذكر إحدى المعاصي الكبيرة التي ارتكبتها وتخيل نفسك تقف أمام الله عز وجل. موقفك هذا أمام الله سيأتي جلدك وسمعك وبصرك، الكل يتكلم ويقول يا رب يوم كذا بتاريخ كذا في الدقيقة كذا فلان قام بالعمل الفلاني كذا 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 كذا، وكأنك تراه، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تجد كل شيء حاضر أمامك.
ولا يظلم ربك أحدا. أيها الأحبة، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يتفرقون، كل مجموعة حسب الاختصاص، المجرمون، الزناة، القتلة الذين يظلمون الناس، آكل الربا، يوزعون، يتوزعون ضمن مجالات، كل واحد مع جماعته. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. تخيل هذا الموقف، أن سمعك وبصرك وجلدك يقف ليشهد ضدك. هل هناك أصعب من ذلك؟ يعني في الدنيا الإنسان يستاء جدا إذا شهد أحد ضده ولو كان غريب، فكيف إذا كان جلدك؟ هذا المجرم، هذا العدو لله تعالى، عدو الله، أعداء الله، يوم القيامة يستغربون من كلام الجلد، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ يعني السمع ربما لأن الأذن تسمع فتكرر هذا الكلام، العين ترى فتكرر هذه المشاهد، ولكن هذا الجلد غير مألوف، الجلد لا يتكلم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم ماذا؟ يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا، لم يخاطبوا السمع والبصر، خاطبوا الشيء الغريب الغير مألوف. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقد خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. تصور صعوبة موقف. البرمجة الإلهية التي وضعها الله تعالى فيك هي الروح. ما هو الدليل على هذا الكلام أيها الأحبة؟ كيف خلق الله آدم؟ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إذن كلام الله سبحانه وتعالى للملائكة أنه خالق بشرا من طين، تمام؟ دققوا معي أحبتي في الله. فإذا سويته، إذن هناك عملية تشكيل، يعني سويته يعني أعطيته الشكل الذي يريده الله تعالى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. إذن أيها الأحبة، الله عز وجل أعطاك صورة اختارها الله تعالى، وهي أحسن تقويم وأفضل صورة. الآن لو طلبنا من كل المصممين في الدنيا أن يصمموا لنا مخلوقا أجمل من الإنسان لن يستطيعوا، وجربوا ذلك كثيرا. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذا نفخت فيه من روحي، أي أن هذه الشفرات الإلهية وهذه لغة الأوامر التي وضعها الله تبارك وتعالى، التي تشغل ذرات الجسد الصلبة التي هي لا روح فيها، لا حياة فيها، لا حركة فيها، تعطي الأمر لهذه الأجزاء لتتحرك. يعني أحبتي في الله، أنا لدي مثلا ممكن باب يعمل على الريموت، ما الذي يحدث؟ أنا أعطي أمر فقط، شفرة، أضغط هذا الجهاز، فهذا الأمر يجعل المحرك يدور، هناك محرك يدور ويدفع هذا الباب بطريقة معينة فيغلق أو يفتح. مثال، يعني أنت عندما تشغل السيارة تعطي أمر، هذه الشرارة، هذه الإقلاع، أمر، فيبدأ تبدأ بالحركة.
الأمر الإلهي وهو أمر معقد جدا جدا، لذلك الله تعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الأمر الإلهي نفخه الله في سيدنا آدم عليه السلام. عملية إدخال البرنامج الإلهي في الإنسان هي تسمى النفخ، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لذلك يوم القيامة الله تعالى يقول فإذا نفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة الموت ونفخة الحياة. النفخة الأولى فيها أوامر تجعل الناس يموتون مباشرة، كل المخلوقات ليس الناس، حتى البكتيريا، حتى كل من عليها فن، حتى الملائكة، حتى كل شيء سيموت ويبقى الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن النفخة الأولى هي عن أوامر، ولكن الأوامر هنا أوامر موت. النفخة الثانية هي نفخة حياة تجعل هذه الذرات تبدأ تتحرك ويبدأ القلب ينبض ويبدأ البصر بالعمل ويبدأ الدماغ بالعمل ويخرج هؤلاء الناس بعد أن يبعثهم الله من مادة صغيرة هي عجب الذنب، تماما مثل أنت بالريموت كنترول تستطيع أن تغلق أول كبسة تغلق الباب، الكبسة الثانية تفتح، أو كبسة تصعد ثم تهبط متعاكستين. هنا النفخة الأولى نفخة الموت، وهذه النفخة أيها الأحبة نفخة الموت هي أوامر أيضا، هي معلومات. نفخة الحياة هي معلومات معاكسة لها. تصور أحبتي في الله، لماذا وضع الله هذا البرنامج؟ وضعه لنكتشفه أو نحاول أن نكتشفه نحن اليوم، ليثبت لنا صدق كلام الله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لذلك أيها الأحبة لو رجعنا إلى قصة سيدنا المسيح عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم، معجزة، جاء بمعجزة. ما هي هذه المعجزة التي جاء فيها؟ هي معلومات، معجزة معلومات. كيف؟ سأشرح لكم. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. إذن أخلق أي أشكل لكم تمثال يشبه الطير ولكن لا يتحرك. لماذا؟ لأنه ليس فيه روح، ليس فيه برنامج تشغيل، ليس فيه أوامر ليتحرك هذا الطائر ويطير. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن سيدنا عيسى عليه السلام هو الوحيد بين البشر الذي امتلك ميزة نفخ هذه الروح في الجمادات لتتحول إلى كائنات حية. فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فعندما جاء سيدنا عيسى بتمثال أو بكتلة من الطين وقام بتشكيلها على هيئة طائر جميل مثل الطيور التي المنحوتة، التي بعض المنحوتات التي ترونها قد تكون من البلاستيك أو غير ذلك، هو صنع منحوتة من الطين. عندما وضعها ونفخ ما الذي حدث؟ النفخ هذا هو عبارة عن مجموعة أوامر تلقتها ذرات الطين، الماء والتراب، تلقت هذه الأوامر. هذه الأوامر
أو البرمجة بدأت تشكل خلايا، الذرة تتحول، الذرات تتحول إلى خلايا، والخلايا بدأت تتحول إلى كتل وأعضاء، قلب ودماغ وجهاز عظمي وجهاز عصبي وجهاز كذا، وبدأ هذا الطائر يطير بالفعل. إذن هل تصورتم حجم هذه البرمجة؟ إنها معقدة جدا جدا جدا. لذلك الله تعالى قال: ويسألونك عن الروح، أي عن هذه البرمجة الإلهية، قل الروح من أمر ربي، أي هي مجموعة أوامر، ولكن لماذا لم تكتشفوها؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن لماذا، هنا السؤال، لماذا سيدنا المسيح عليه السلام هو الوحيد الذي امتلك القدرة على إحياء الموتى، وامتلك القدرة على إحياء هذا الطائر وهو كتلة من الطين ينفخ فيه الروح فيكون طائرا بإذن الله؟ ما الذي يميز سيدنا عيسى؟ لو كان هذا القرآن من عند بشر ربما نجد، أو أن هذه أسطورة ربما نجد القرآن مليء بالأساطير، ولكن الوحيد الذي من البشر الذي أعطاه الله قدرة على إحياء الموتى وقدرة على أن يخلق الطيور هو سيدنا المسيح عليه السلام. لماذا؟ لأنه هو النبي الوحيد الذي نفخ الله فيه من روحه في بطن أمه مريم عليه السلام. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا، أي نفخنا في هذا المولود الجديد الذي هو عيسى عليه السلام، فنفخنا فيه من روحنا، أي تم وضع الأوامر الإلهية، البرنامج الإلهي الذي سيجعل هذا المخلوق نبيا كريما. وبما أنه روح من الله، لذلك القرآن سماه، ماذا سماه أيها الأحبة؟ سماه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن الله تعالى يقول: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. يا أهل الكتاب، يا من تعملون، بعضكم طبعا أو جزء، نسبة قليلة منكم يعمل على تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام، هل رأيتم صورة نبيكم في كتابنا؟ هل تعلمون لماذا لا يتبعكم أحد إلا من كان في قلبه مرض؟ لأنكم تعملون ليلا نهارا على تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام، كما شوهتم صور الأنبياء كلهم في كتابكم المقدس. شوهتم صورة سيدنا لوط وهو نبي مطهر، وشوهتم صورة سيدنا نوح عليه السلام وهو من أولي العزم. الله قال: سلام على نوح. لوط الله جعله من المطهرين، قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكلا فضلنا على العالمين، ذرية بعضها من بعض، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الدين الصحيح هو الذي يكرم الأنبياء ويجعل منهم قدوة لنا.
أنتم ماذا فعلتم؟ شوهتم صورة الأنبياء حتى صورة نبيكم، وحاشاه أن يصلب، حاشاه أن يوضع في هذه مثل هذا الموضع. كتابنا كرم المسيح عليه السلام، جعله كلمة الله وروح منه. دعوني أعيد أيها الأحبة، يا أهل الكتاب، يعني بالله عليكم أنا أريد من كل إنسان أن يذهب إلى هذه المواقع التي تشكك بالإسلام، يفتش واحدة واحدة ويشاهد جميع الفيديوهات، يجد السب والشتم والاتهام، يصورون النبي صلى الله عليه وسلم على أنه وحاشاه ذلك، أنه قاتل ومغتصب وإرهابي وعنيف وكذا 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 إلى آخره تهم. طيب هذا النبي كيف صور نبيكم؟ بالمنطق بالعقل، يعني يخاطبكم، طبعا هذا الكلام كلام الله، ولكن أنتم تعتقدون أنه كلام محمد، لنفرض جدلا أنه كلام محمد، استمعوا كيف يخاطبكم هذا النبي، كيف يرد عليكم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هل النبي ادعى أنه روح الله؟ بالله عليكم فتشوا في القرآن وفي كل كتب السيرة والتاريخ، هل تجدون كلمة واحدة أن النبي ادعى أنه روح الله؟ هل ادعى أنه يحيي الموتى؟ هل ادعى أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله؟ هل ادعى ذلك؟ هل ذكر النبي عيسى عليه السلام بالشر ولو في كلمة واحدة، ولو في رواية ضعيفة، ولو في رواية مزورة في كتب التاريخ؟ لا يوجد. ماذا يدل ذلك أيها الأحبة؟ يعني أنا أريد من الطرف الآخر أن تعاملوا هذا النبي كما تعامل معكم. أنتم تدعون أنكم أصحاب المنهج العلمي، يا أخي ألا توجد ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ميزة واحدة فقط ولا ميزة؟ يعني لم تكتشفوا بعبقريتكم ولا ميزة واحدة لهذا النبي الكريم، ولا شيء إيجابي، كل سلبي؟ هذا يجعلنا نشك في كل ما تقولون. فعندما تتبعون المنهج العلمي ستصلون إلى أن هذا النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصادق في دعوته. هناك باحث أنا أحب أن أستشهد فيه أحيانا، بروفيسور في جامعة رايس الأمريكية، اسمه كريك كونسيدن. هذا الرجل لا يعلم شيئا عن الإسلام إلا ما تلقاه من الإعلام الأمريكي. مرة أنقذه رجل مسلم من الموت، فأحب أن يعرف ما هي التعاليم التي يتلقاها هؤلاء حتى أنقذني. فقام هذا الرجل بدراسة عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وألف كتابا اسمه وجهة نظر مسيحية، أو وجهة نظر بروفيسور كاثوليكي عن إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هذا النبي الكريم يا أحبتي، والله نحن يعني لنا عقول ونتحدث ونفهم، يذكر أهل الكتاب بالخير. طيب ألم تقرأوا آية ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى؟ ألم تقرأوا هذه الآية؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يا أخي اقرأوا ماذا يقول القرآن عنكم، اقرأوا كيف أن القرآن يكرم. أنا ليس لدي مشكلة إذا أحببت أن تنتقد الإسلام، انتقد كما تشاء، ولكن استخدم المنهج العلمي. فسيدنا المسيح كان لديه قدرة على إحياء الموتى وعلى نفخ الروح في هذه الكائنات، في الطين ليكون طيرا بإذن الله، لأن الله نفخ فيه من روحه وخلقه بمعجزة. إذن أيها الأحبة، لكي لا نطيل كثيرا، الروح ينبغي أن نفهمها على أنها عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من الأوامر، مجموعة من الشفرات، ولله المثل الأعلى. نحن لا نعلم ما هي حقيقة، ولكن نحن نحاول أن نتدبر لنفهم ونكتشف أن هذا القرآن لا تناقض فيه. لاحظوا، المسيح بما أن الله نفخ فيه من روحه، طبعا سيدنا آدم نفخ الله فيه من روحه، ولكن لم يعطه هذه المعجزات، لأنه لم يكن هناك قوم يدعوهم أصلا، هو أبو الأقوام. لذلك النبي عيسى والنبي آدم ذكرا معا في القرآن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ونجد أن اسم عيسى تكرر 25 مرة واسم آدم تكرر 25 مرة. عندما نبحث في القرآن كله نجد أن اسم عيسى لم يرتبط بأي قوم، يعني سيدنا موسى يقول يا قومي كذا، يا قومي كذا، سيدنا لوط يا قومي، سيدنا هود يا قومي، كلهم يا قومي يا قومي، إلا عيسى عليه السلام. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، كان يخاطبهم ببني إسرائيل، لم يقل يا قومي. لماذا؟ لأن ليس له أب ينتسب إليه. القوم عادة أو الإنسان ينسب إلى قومه من جهة أبيه، بما أنه ليس له أب فلم يقل يا قومي يا قومي مثل بقية الأنبياء، إنما كان يقول يا بني إسرائيل. فهذا يدلك أخي الحبيب على الدقة المتناهية لآيات القرآن. لذلك الله تبارك وتعالى طلب منا، قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه تناقضات واختلافات كثيرة جدا كما في الكتب الأخرى. ولكن دقة هذا القرآن أنك عندما تبحث عن موضوع الروح مثلا من أول القرآن إلى آخره تجد أن الموضوع متناسق ومتناسب ولا يوجد أي تناقض. هذه الروح أيها الأحبة لها علاقة أيضا بالأمراض التي نصاب بها. كيف؟ قلنا إن الروح هي برنامج التشغيل الذي يشغل الإنسان، المسؤول عن تنظيم الهرمونات، الأشياء اللا إرادية، النفس لا تتدخل فيها، النفس تتدخل، إن النفس لأمارة بالسوء، تتدخل في المصائب والكوارث والشر ووساوس الشيطان، الشيطان يوسوس للنفس، لا يستطيع أن يصل إلى الروح، الروح بالنسبة له شيء بعيد المنال، الشيطان يستطيع أن يوسوس في نفسك. لذلك الله تعالى يقول إن النفس لأمارة بالسوء. والنفس أيضا نفس لوامة، نفس يمكن أن تكون نفس خبيثة. وإذا ما كانت الروح والنفس متفقتان يكون لدينا النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس الخبيثة لا تصعد إلى السماء، تبقى على الأرض. هذا موضوع آخر تحدثنا عنه سابقا في فيديو أين تذهب النفس، يمكن أن يطلع عليه، فيه فوائد كثيرة. الحقيقة أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى خلق هذا الكائن، هذا الإنسان بأفضل نظام برمجة، توزع الهرمونات، الفيتامينات،
نسبة الحديد، نسبة السكر، نسبة كذا، كل هذا النظام يعمل بكفاءة عالية. ما الذي يحدث بعد ذلك؟ كلما ارتكبت معصية، دققوا معي رجاء أيها الأحبة، كلما نظرت إلى معصية، هذه البرمجة الإلهية تتضرر، تتأذى، لأن الروح شيء من الله، شيء مطهر، شيء مقدس. الروح مقدسة، ليس لذلك القرآن سماه الله روح، لأنه مجموعة من الأوامر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن هو روح. طيب لماذا هو روح؟ لأن فيه شيفرات لا نفهمها، ولكن تفهمها خلايا جسدنا. لذلك قلنا أيها الأحبة إن القرآن فيه شفاء لكل الأمراض، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طيب لماذا الظالم لا يستفيد؟ لأن البرمجة الروحية لديه مختلة، وفيها عطب، وفيها أضرار كثيرة، وفيها مشاكل كثيرة. فكلام الله يكون هذه الشفرات الموجودة في القرآن عندما تدخل إلى نفس الملحد تزيده مرضا وتزيده سوءا، ولا وما يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. لذلك أيها الأحبة، أي مرض تصاب به هو ناتج عن خلل في هذه الشفرة. حتى مرض السكر ومرض ضغط الدم ومرض غير ذلك، انظر إلى حياتك التي تعيشها، ليست القضية قضية غذاء. هناك أناس يستهلكون من السكر 10 أضعاف إنسان، تجد هذا الإنسان يصاب بالسكر وهؤلاء لا يصابون. يعني موضوع الأمراض حتى السرطانات هي وجود خلل في هذه البرمجة. الله أعطاك برنامج للنفس وبرنامج للروح، ووضع لك كتالوج التشغيل هو القرآن. قال لك وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا أمر بمثابة شفرة أنت ينبغي أن تحللها هنا وتعمل عليه لكي تحافظ على الشفرة الرقمية التي أعطاك الله إياها، وهي الروح والنفس. أعطاك نفس سليمة نقية بيضاء، وأعطاك روح ببرمجة صحيحة 100%. عندما تخالف أمر الله وتبدأ بالنظر إلى ما حرم الله، تبدأ بالنظر إلى الأفلام الإباحية، إلى المقاطع الخليعة، تبدأ بالاستماع إلى الأغاني التي لا خير فيها، وليس فيها خير أيها الأحبة، بل إن سيدنا ابن عباس اعتبرها من لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، فبشره بعذاب أليم. احذروا موضوع الأغاني أيها الأحبة. أنا أقول لكم هذا الكلام عن تجربة طويلة ليس فيها لا خير ولا بركة، وتشوش على خلايا الدماغ، تحدث تشويشا. من لم يصدق، استمع إلى القرآن لمدة مثلا 24 ساعة، وبخاصة أنت وأنت تقود سيارة أو أنت تعمل عمل دقيق، دراسة أو كذا، ثم ضع موسيقى هادئة أو أي نوع من الموسيقى، وادرس الفرق بين نتائج إنتاجك وهدوئك النفسي عندما تسمع القرآن أو عندما تضع الأغاني. الأغاني تشوش الدماغ، فأنت عندما تستمع إلى الأغاني وتشاهد المسلسلات والأفلام الإباحية وتشاهد ما حرم الله، وقد ترتكب الزنا، لأن الله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، تخالف هذه الأوامر، هذا الكتالوج الإلهي تخالفه، ما الذي يحدث في هذه الشفرات الرقمية الموجودة في داخلك؟ سوف تتكسر أجزاء منها، أو تختل، أو يحدث عطب يؤثر على أنظمة عمل الجسد. يعني تجد البنكرياس بدأ لا يعمل بشكل صحيح، تجد هنا منطقة في الجسم
بدأت تتكاثر الخلايا فيها بشكل شاذ، مشكلة خلايا سرطانية، وعافانا الله وإياكم من هذا المرض. تجد أن فيروس مثل مثلا فيروس كورونا دخل إلى شخص قد يتمكن منه بسهولة وشخص آخر لا يشعر به. تجد أن النظام المناعي بدأ يختل نتيجة الكذب، أكل الربا، النميمة، إيذاء الناس. النبي أمرك، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فليقل خيرا أو ليصمت. أحاديث كثيرة وصحيحة. خالفت هذه الأحاديث، حدث هناك مشكلة لديك في هذه البرمجة. ما هي النتيجة أيها الأحبة؟ النتيجة هي الأمراض. إذن الآن نستطيع أن نجد علاجا لكل الأمراض التي أنت الآن تحملها. ما هو هذا العلاج؟ هو الرجوع للبرمجة الصحيحة. أين نجدها؟ في القرآن الكريم. لماذا؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن الروح، أنا لدي برنامج تشغيل اسمه الروح، فيه مشاكل، فيه خلل. إلى ماذا ألجأ؟ ألجأ إلى الروح وهو القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمي بالروح لأنه يحمل الشفرات الرقمية، الأوامر الموجودة فيه. عندما تتلقاها أجهزة الجسد تبدأ بالتنشط وتبدأ بالاستجابة لهذه الأوامر. لذلك أيها الأحبة، كثير من المعالجين بالقرآن يروا نتائج مبهرة، أن أناس بالفعل يشفيهم الله بسبب الاستماع للقرآن وبسبب تكرار الاستماع للقرآن، ولكن لا يعلمون ما الذي يحدث. ما الذي يحدث عندما تستمع إلى القرآن؟ بكل بساطة، هناك لغة موجودة داخل القرآن، أنا سميتها ذات مرة القوة الشفائية في القرآن. هذه القوة الشفائية في كتاب الله تبارك وتعالى موجودة على شكل شفرات رقمية، نحن لا نراها ولكنها موجودة. والدليل على وجودها أن الله سمى القرآن بالروح، والدليل على أن الروح هي برنامج إلهي أن كل العلماء يقولون إن الإنسان يحتاج إلى برنامج تشغيل ليعمل. وإلا أنا كيف أتكلم؟ كيف أفكر؟ ما الذي يجعلني عندما أتلقى صورة أحللها وأعالجها في دماغي وأخذ رد فعل معين؟ تماما مثل الكمبيوتر، عندما ندخل صورة يقوم بمعالجتها وإعطائك نتائج معينة في برامج معينة تعمل. إذن الشفاء أيها الأحبة، أولا الوقاية طبعا قبل الشفاء. إذا أردت أخي الحبيب وبخاصة الشباب، لذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ في طاعة الله، مهم جدا. تخيل، يعني تخيل هذا الإله العظيم الذي يحبك ومن محبته لك خلقك على الإيمان وجعلك تستمتع بلذة الإيمان، لذة الاستماع للقرآن. أيها الأحبة، أيها الشباب، عندما أنت الآن لازلت في برمجة إلهية موجودة في جسدك صحيحة، لم تختل، اتبع الأوامر القرآنية، العفو، المغفرة، التسامح، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذن مارس تعاليم القرآن، أوامر القرآن، وسوف تحافظ على هذه الشفرة وتنجو من أمراض خطيرة، كما قلت لكم، مثل السرطان وغيرها، أمراض كارثية ينجيك الله تعالى منها، إلا مرض الموت طبعا كلنا سنموت، ولكن على الأقل هذه السنوات تعيشها وأنت مطمئن. حتى لو مرضت فسيكون هذا كفارة لبعض ذنوبك. إذن أيها الأحبة،
موضوع الشفاء بالقرآن له علاقة بالروح مباشرة، وينبغي أن نخصص له لقاءات أخرى إن شاء الله، لأننا في عصر الطب فشل تماما أمام الكثير من الأمراض. لم يبقى أمامنا سوى أن نبحث عن طرق روحية للعلاج، طرق روحية للوقاية، طرق أنا أستطيع أن أطمئن أمارسها وأنا مطمئن أن الله تبارك وتعالى قادر على الشفاء، كما شفى سيدنا إبراهيم الذي قال وإذا مرضت فهو يشفين. لم يقل يشفين الطبيب أو الدواء، لا لا، هو فهو يشفين. الحقيقة أيها الأحبة أطلت عليكم كثيرا، ولكن الموضوع مهم جدا ويحتاج إلى ساعات طويلة، ولكن ألخص بكلمات قليلة لكي نفهم، لأنه جاءتني بعض الأسئلة على المباشر، الفرق بين النفس والروح. الفرق أيها الأحبة أن النفس عبارة عن برمجة أيضا إلهية وضعها الله فيك، والروح هي برمجة، ولكن شتان بين هذا وذاك. الروح مسؤولة عن برامج التشغيل التي تشغل الدماغ والقلب ومليارات الخلايا كيف تشتغل بهذه الروح. والنفس الله أعطاك قدرة على أن هذه النفس تستطيع أن تحرك الجسد بها، تستطيع أن تستثمر هذه الروح أو هذه البرامج التشغيل لتشغل هذا الجسد، تستطيع أن تمشي إلى الشر أو أن تمشي إلى المسجد، تستطيع أن تنظر إلى ما حرم الله أو تنظر إلى القرآن، تستطيع أن تظلم إنسان وتستطيع أن تكرم إنسان، فأنت أعطاك هذه الحرية. هذه الحرية، هذا البرنامج، يعني لو سميناه برنامج، هو الأمانة. تعالى يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. هنا أصبح لدينا منطقيا تعريف الأمانة أيها الأحبة، يعني الله تعالى عرض على الجبال أن ينزل عليها برنامجا إلهيا يصبح لديها عقل مثل البشر ويصبح لديها قدرة على الاختيار. الجبل راسخ في مكانه لا يتحرك، ولكن الله تعالى إذا أنزل عليه هذه البرمجة الإلهية يمكن أن يتحرك، يمكن أن يسير، أن يفعل أشياء، أن كذا مثل الإنسان. ما هي النتيجة؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الجبل أيها الأحبة الله تعالى يقول فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. ما معنى ذلك؟ يعني هذا القرآن هو روح، هو مجموعة من الأوامر، لو جعلنا هذا الجبل يفهم هذه الأوامر الموجودة في القرآن سينهار ويتصدع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.